بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. القاعدة اللي موجودة في اللغة وموجودة عند الأصوليين أن الحكم يعني مثل قوله تعالى فاعبدني، هذا أمر بحكم وهو وجوب العبادة. قال الله عز وجل لما أمرنا بالعبادة معناه العبادة واجبة. الحكم هذا مترتب مثل ما يقولون على وصف. الوصف شنو؟ الله. الله يعني المعبود، معنى الالوهيه الله، هي لفظ الجلاله معناه المعبود الذي يعبد. زين، كان الايه معناها شنو؟ معناها انما استحق العباده لاني الله، نبه، يعني لاني خالق. معنى هذا شنو؟ معناه ان لا يستحق العباده الا الله، الا الخالق. فكل عباده غير عبادة الله باطلة. زين، عبادة الأشخاص، عبادة الهوى، عبادة الأشياء، طبعا أكو عبادات موجودة بالدنيا، أكو ناس يعبدون أشخاص، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، لا موجود عبادة موجودة. والغريب يعني باسم الأب والابن مثلا وروح القدس إلها واحدة، شلون أب وابن وروح القدس ثلاثة إلى أن واحدة؟ شلون ما شاء؟ شلون ثلاثة شلون واحد؟ هاي مسألة الديانات، مسألة العبادة في الواقع مسألة يريد لها لما واحد يعالجها يريد لها عقل كبير يكون عندما يعالجها، يعني يكون يعرف النفسيات. يعني تصور أنت الآن إذا تلزم لك بروفيسور في حضارة عريقة مثل حضارة الهند وتشوفه يطارد له ورا جاموسه وياخذ فضلاتها ويتبرك بها، فطبعا شو تقول له هذا؟ شلون تعقلها؟ شو تفهمها؟ شو تقدر تغير من واقع؟ يعني انت هذا هذول غير كون هذا درس ينعطى للذول اللي يكتبون بقضايا العباده. الا لما تكتب بقضايا العباده مو بنائك الشتايم تغير، الشتايم ما تغير ابدا، بالعكس ترسخ. العباده مثل البسمار، كلما تدق عليه اكثر يطب الحيط اكثر بعد ما شايف؟ هذول من هالنوع. اكو بعض الناس بناها يعالج انحرافات الها علاقه بالعباده، بناها يعالجها بالشتايم. لا، الشتايم ما تغير. اللي عنده هدف واقعي صحيح، هدف نظيف، ويريد يخدم كلمه لا اله الا الله ويخدم وحده المسلمين، ينبغي اذا عالج قضيه يعالجها بعقل وبهدوء وبمنطق وبحكمه وعلاج طويل يلا يأثر. لأن مسألة العبادة مسألة يعني وعي راسخة بالنفس مو سهل إزالتها. زين، دخلنا نرجع. أكو عندنا عبوديات موجودة، واحد يعبد هواه، يعبد أنانيته، واحد يعبد قيم اجتماعية. يعني شلون يعني يعبد قيم اجتماعية؟ عشان أنت شايف لما الله عز وجل يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، يسأل عدي بن حاتم رضوان الله عليه، يسأل النبي يقول له يا رسول الله ذولا يصلون للاحبار للرهبان؟ قال لا. قال اذا شنو اتخذهم ارباب؟ قال يأمرونهم فيطيعونهم وينهونهم فيطيعونهم. يعني اوامرهم تنوخذ من دون امر الله. الله يأمر بشيء وذولا يأمرون بشيء، يمترك امر الله وينوخذ امر هؤلاء. هاي مو عبادة؟ عبادة. العبادة شنو؟ طاعة الأمر والنهي. فأحيانا الهوى يأمر الإنسان، الأموال تأمر الإنسان، الأموال تقول له أنا عزيزة لا تطلم. الله عز وجل يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا بين أمرين، يروح راح منا إذا طاع، إذا أطاع أمر الأموال عبدها، إذا أطاع أمر الله عبد الله. زين، فأكو عبادة أموال، عبادة هوى، عبادة أصنام، أشكال العبادات. الله عز وجل
ربينا بأن هذه عبادات باطلة، وأن يستحق العبادة هو الخالق، هو الله الموجد الخالق، غير مطلوب للعبادة. العبادة الواقع مطلوب المن اشتعبد، يعني انت يا اللي تعبده، من هو اللي تعبده؟ ما تتصور مهما يكون جبار. اما الاشياء خول اشياء سخافة ان تعبد، يعني تنحت لك صنم، هاي ما يسويها الا اللي ما ادري عقل ما عنده، ما ادري وين كان. قلت لك مسألة العبادة مو مسألة عقل. والله انا العام في دبي كنت اقعد في شهر رمضان الى صلاتي الصبح، احيانا ابقى شوية الى قريب طلعة الشمس. اكو قدامنا شقة بها مهندسين يشتغلون هناك بنود، هذا هو تبزغ الشمس يمد يده يطلع صنم، اشوفه صغير يقعد يوجه له يسجد له ينحني له يركع له ما يسوي له بعد يلعب لا اله الا الله. هسه هذا رجل عنده ادراك ووعي وعقلية علمية، ورجل يعني بروفيسور في فنه. طيب هذا لهالدرجة ايش يصور هاي الحديدة اللي حاطها الضرة وتنفعها ثم تتغير من واقعة؟ هاي تقدر تغير من واقع. على العموم المسألة مسألة العبادة يريد لها العلاج ومعاناة شديدة في تقويع الناس الى سلوك الدرب الصحيح. انني انا الله، زي القرآن الكريم اللي يربينا على العبادة الصحيحة، انني انا الله يعني الخالق المستحق للعبادة الرازق، ثم امر فاعبدني. زين اجى الامر بالعبادة، الفت نظرك لشيء. الله عز وجل لما يطلب من الناس ان يعبدوه شنو يعني؟ لانه هو مفتقر للعبادة، وانا لما اريد شيء امر بشيء لابد اكون مفتقر اليه. شو التفت لجين شلون يعني؟ اقول للابن اعطيني ماي، او اقول للاهل يعطوني اكل، ليش؟ لاني محتاج للماي ومحتاج للاكل. اقول للواحد مثلا لا تسوي هالشيء ينظرني، يعني انا محتاج الى عدم، هذا مو محتاج الى وجوده، محتاج الى عدمه. فغالبا الاوامر كلها اما بيها تكميل للذات، او بيها دفع حاجة، او بيها جلب مصلحة. الاوامر الله عز وجل عندما يأمر شنو محتاجنا يعني الى عبادتنا؟ يعني احنا اذا صلينا او اذا صمنا او اذا عبدنا الله، هاي عبادتنا اش تنفع الباري؟ نفع يعني لله عز وجل، ينتفع بها بحيث شنو يزود عنده مكانة او يرتفع، او نجلب له خير بالعبادة، ندفع عنه شر. لما ننزه ذاته ونقدس ذاته ايش راح ينتفع الباري؟ طبعا ما ينتفع، احنا اللي ننتفع. نبه لي، يعني نصحح افكارنا اولا، نصحح فطرتنا، لان فطرتنا حاكمة بوجود اله. يعني انت لما تفك عينك وتخلص نفسك من الشوائب تعرف لابد من وجود خالق خلقك، والا ما جيت وحدك للدنيا. اللي ابدعك وخلقك بشيء من التفكر تعرف ان هناك خالق. فانا اذا عبدت الله العبادة اللي تنفعني، تصحح فكري، تصحح عقليتي، بعدين تنظم شؤوني بالمجتمع. شلون يعني تنظم شؤوني؟ يعني تخليني امشي مستقيم، لا اسرق، لا اعتدي، لا اعمل محرم. العبادة هاي وظيفتها، وظيفتها انها تنظم انماط السلوك، كل اشكال السلوك الانساني نظم العبادة. فلذلك القرآن الكريم يقول انني انا الله لا اله الا انا. نبهي، يعني اطرد عن ذهنك، اطرد عن ذهنك الشركاء، لا تقعد تحط لك لله عز وجل شريك، تعبد شريكا لله. خلي الشركاء اطردهم عن ذهنك، واعرف ما اكو فاعل في الكون الا واحد، الا الله تبارك وتعالى وحده. زين، من هنا الانسان لازم يطرد كل المؤثرات بعمله، يعني يطرد الرياء. لما يسوي شيء ليكون يخطر على بال الرياء، يطرد مجاملة الناس مثلا اللي تؤدي الى الضرر بدينه. مو احيانا يجامل الناس على حساب دينه، على حساب دينه يجاملهم.
ماكو واحد يشوى من اجل دينك، انت تعوف دينك وتجامل واحد على حساب دينك، لان هذا الواحد اللي جامله زائل رائع، لكن دينك انت مسؤول عنه. هذا انت ما مسؤول عن مجاملته بس دينك مسؤول عنه. شلون يعني جامل؟ اوضح لك شلون. انت بمحله وجيرانك فلان ابن فلان، تعرفه عريق من البلد، من البلد نفسه، انت ابن بلدك وجيرانك، وانت مسموع الكلمه، وفي نفس الوقت لك مركز، وتشوف جارك يجي نص الليل متطاطح من الخمره ومؤثر على اطفاله وزاعج عائلته، وبوسعك فت كلمه، يا ابني ليش الشكل؟ فت كلمه شويه حاصره بيها، كلمه توجه بيها، كلمه نقد بيها. انت لا تقول انا شو لي علاقه بهالموضوع اليوم، ناس احرار. لا، مو الشكل، مو مساله سريه هنا. ان الله عز وجل يريد منك امر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا تجامل على حساب دينك، لان هذا اللي يجامله راح ينتهي وانت مسؤول، غدا تسال، لان المفروض بيك انت اذا ما امرت بمعروف ونهيت عن منكر راح يطغى المنكر حتى يدخل بيتك ويغرقك، تغرق، تغرق انت بالمنكر. في العبادة على كل حال بكل ابعادها، الله عز وجل يقول اطرد الشركاء عن ذهنك واعبدني، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. بعض العلماء يقول اقم الصلاة لذكري، يستدل في الاستدلال بعيد، يقول انه الانسان اذا فاتها صلاة ونساها بس يذكرها لازم يبادر الى قضائها. بيش يستدل بهالآية؟ اجنبية عن الموضوع الآية. اقم الصلاة لذكري يعني لا للرياء، لاجل عبادتي المشتملة على ذكري، يعني الي بس. نبهي، يعني من توقف تصلي، من توقف تصلي لا تحط بحسابك انا اصلي حتى الناس يعرفون اني متدين ويحترموني، او يعرفون اني متدين ويتعاملون وياي، لان صلاتك راحت بهذا المعنى. اذا صليت وعندك هالذهنيه راحت صلاتك، صار يا بطل عملك. لا، ماكو وحياتك، ماكو واحد يسوى في هالدنيا ان واحد يبيع دينه من اجله. من هي الدنيا كلها وابيك بكل ما فيها تافهه؟ شنو يعني واحد يجي يترك علاقته بالله من اجل شيء زائل بعد ايام منتهي؟ اتحت من شئت اما بيت. الدنيا بكل ضخامتها ما تساوي لحظة من لحظات الغصص اللي تمر بيك ولا يدفعها الا الله. لحظة لحظة من لحظات الغصص اللي ليس لها دافع الا الله. فانت تيجي من اجل هالدنيا اللي تعرفها وتعرف زوالها وتعرف تفاهتها، واذا بيك انت على حساب عبادتك لله، تعطي للدنيا ما تحرم منه نفسك ودينك. لا لا لا، لان هذا كله منتهي زائل بجميع ما في هذه الدنيا. انا ما اتصور اكو كلمة ابلغ من الكلمة اللي قالوها الحكماء على رفات الاسكندر. الاسكندر لما مات حطوه بتابوت من ذهب، ووقفوا حكمائهم، حكماء اليونان، وقفوا كل واحد يلقي له كلمة، واحد من هؤلاء وقف قال هذا الذي كان يخزن الذهب اصبح الذهب يخزنه. نتيجة هذا كان مسألك على الذهب، متعلق على الذهب. مو بس هو، اكو مذهب اقتصادي يسمون المذهب التجاري. المذهب التجاري هذا يرى ان ثروة الامة بزيادة المعدنين الذهب والفضة. اذا الامة بها معدنين ذهب وفضة خلص هي الغنية، الاشياء الاخرى ما يعتبرها غنى. طبعا الان النظريات الاقتصادية بالعكس اختلفت. النظريات الاقتصادية تقول احسن ثروة للامة ان يكونون ابنائها متعلمين، تصدر نعم الى الخارج متعلمين وتجيب فلوس قد تريد تجيب. الانسان اثمن شيء، علمه وهذبه وخليه الى بلده، داعية الى بلده، وبنفس الوقت يجيب اموال طائلة وما يكلف بلده شيء. زين، اتغير طبعا النظرية. قصدي ان الذهب يوشك ان يعبد من دون الله،
والقرآن الكريم يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. مفسرين يقولون الذهب والفضة يلقى يوم القيامة في جهنم لأنه عبد من دون الله، يعني عبد الذهب والفضة وتركوا عبادة الله. الباري عز وجل لما يأمر بعبادته ما يكون احنا نخلي بعض الشؤون الدنيوية اللي هي ذاهبة، ذهب نتركه ونطلع، وفضة نتركها ونطلع، وبيوت نتركها ونطلع، وكل شيء كله راح خلاص ابدا. ها ما تلقاه الا مشجع، الا كيان عاري ملقى على الايدي محمول ليؤتى به الى قبره وليترك كل شيء على القبر خلاص. ترى نزع جميع ما عنده حتى القابة ها اللقب اللي كان عنده بالدنيا ينزعه يكتبون لي يعود على القبر، يقول له قد صخرة يحطوا له سيادة فلان او العلامة فلان او الاستاذ فلان. يقول واحد من العلماء مررت على الوادي فشفت عجاجة وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي فابطيت لم انفض عن الرأس تربها لأرفع تكريما على الرأس أجدادي، وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي. يقول كوم من تراب كاتبين عليها فلان هادي فلان شخصية فلان زعيم، أيضا ألقاهم نزعوها على التراب وراحوا. وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي. أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. هذه هي النتيجة التي لا بد منها، هي التي يرجع لها الإنسان. طيب فإذا يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني لا يكون تضغى عليك عوامل أخرى لأثناء صلاتك، لا خلي صلاتك لذكري، خليها لوجهي، خليها لأجل الإخلاص لي أو لذكري لوقت ذكري. يجوز تجي هاي اللام للوقت للتأقيف للتوقيت أو للتأريخ كما يقولون الفقهاء، يعني صلي لأوقات الصلاة المحددة اللي مذكورة. على كل حال انتقلت الآية قالت إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الساعة المقصود بها يوم القيامة، أي اصطلاح قرآني من الاصطلاحات القرآنية، هذا الاصطلاح القرآن الكريم يعبر عن يوم القيامة بالساعة يسميها الساعة. ولذلك أنا أكثر من مرة يعني أشير بأن مسألة ترجمة القرآن حرفيا ما ممكن. إذا نريد نترجم القرآن من اللغة العربية إلى لغة أخرى أكو أصوات هالأيام كثيرة، يعني من المثقفين طبعا الحريصين على القرآن، أكو ناس حريصين يعني دافعهم دافع سليم، دافع صحيح، يقول أن القرآن ليش ما يترجم حتى الناس تأخذ من عطاء القرآن، لأن القرآن الكريم ثروة ضخمة لا حدود لها، ليش ما نخلي الأمم تطلع على عطاء القرآن. يعني طبعا حتى نرد به، احنا اذا ترجمنا للقرآن حتى نرد عليه من على المستشرقين، ومثلا الان في اوروبا مثلك اكو في اوروبا الان مؤسسات مهمتها الطعن بالقرآن وبالنبي، يعني اكو بعض المؤسسات لما تشوف ايش تكتب عن النبي عجيب، يعني الكتابة عجيبة غريبة، يكتبون على القرآن يقولون القرآن هذا عبارة عن كتاب من كتب هرطوق من هرافقة أوروبا أثر على محمد وكتبه. طبيعي هذا الأوروبي اللي ما عارف القرآن قد يكون يصدق هذا، لكن إذا صار القرآن قدامه ومترجم وقرأ معلومات القرآن واستفاد من ضخامة عطاء القرآن طبعا راح يغير رأيه، راح يصبح مدافع عنه. لا اللي نقوله أن الترجمة ما ممكن، ترجمة حرفيا ما ممكن، لان اولا اذا ترجمنا القرآن يفقد نص خواصه، لان تعرف الان العظمة
اللي موجودة بالأداء القرآني هاي ما تنعرف إلا باللغة العربية. اللي ما عنده معرفة بالبلاغة ما يعرف أسلوب القرآن شنو. نهج البلاغة شيل نهج البلاغة ترجمة، إذا ترجمت خلص ضاع علي بن طالب ضاع. إيه نعم معلوم، لأن نهج البلاغة نهج البلاغة نفس علي بن أبي طالب. إذا قرأ القارئ يقرأ أحاسيسه مشاعره آراءه، هل أسلوب التعبير الفخم الرنان هذا ينتقد إذا ترجمنا؟ كذلك إذا ترجمنا القرآن ما نقدر شو نترجم الشاعر؟ شو الساعة إذا نترجمها حرفيا شو نترجمها يعني؟ ووش يعني نترجمها؟ ما يصير يعني شلون؟ ما بيش نترجمها يعني بأي لغة من اللغات ما تبقي نفس المضمون وحدة. ثانيا أن الشاعر بهالتعبير بها إيحاءات معينة ما يعرفها إلا اللي دارس الخلفية الحضارية، فما نقدر نترجمها. تمام، يمكن أن نشرحها، نخلي النص العربي وتحت شرح بأي لغة معقول، نقول هذا معنى الآية صحيح، ننقل معناه وكون شرح يعني شرح يكون موضوعي شوية بعيد عن الأيديولوجيات، مو يعني أنا أجي أشرحها على رأيي ولا في شرحها على رأيي وهذا شرح، لا، فالشرح يكون متفق عليه، فالشرح يكون يخدم القرآن. مو مع الأسف أغلب المفسرين من يفسر ما يخدم القرآن، يخدم مذهبه، شايف؟ جاء يريد ينام برأس القرآن، يريد ما يجي يسوي برأس القرآن، لا أخي لا، فسر للقرآن تفسير موضوعي وريح روحك، ها؟ فسر تفسير موضوعي وريح روحك، أنت ليش تيجي الظلمة للقرآن؟ بس أكثر من هذا والله تضحك لما تشوف يقول واحد أنا من المفسرين يقول كل آية بالقرآن تخالف مذهبنا وكل حديث نبوي خالف مذهبنا يجب تأويله، يجب تأويله، لازم تأوله جيبه جرجره خليه يتفق يا مذهبنا، تكون إذا ما يتفق يا مذهبنا هو القرآن على أي حال. إن الساعة آتية، الساعة المقصود بها القيامة، زين؟ القرآن الكريم يقول أكاد أخفيها، تعرف هاي أخفيها يعني مو أضمها، لا، هاي الهمزة باللغة العربية يسموها همزة الإزالة، تعرف شنو معنى همزة الإزالة؟ كاد أخفيها يعني أزيل خفائها، يعني اقلبها بالعكس، ها؟ يعني أكاد أظهرها، شايف؟ يعني اقلب المعنى تماما، ان الساعة آتية اكاد اخفيها واخفيها يعني ازيل خفاءها، اوخر خفاءها، اوضحها، ابينها، اريد ابينها، لكن انما ما ابينها ليش؟ ما ابينها لمصلحة، ما تتبين الا بوقتها. ليش بمصلحة؟ طبعا يا اخي يعني انت الان اذا تعرف الواحد من عندنا اذا يعرف انه راح يموت بيوم الفلاني يقدر يشتغل بعد هذا؟ الله يوفي لك، الواحد يحط ايده على يده وفوضى فوضى في الدنيا ينتهي كل شيء، مسألة ممكن الله عز وجل يبين هالامور ما يصير. ولذلك تشوف الانسان شغله اذا صبح من الصبح ما تقول هذا شغل واحد راح يعيش لعشرين ثلاثين سنة مثلا، لا، تلقى واحد هذا يلهط يطارد بناه يعيش الف سنة بعد، بناه يعيش الاف مو الف ابدا، وهذا فعلا هاي بها مصلحة، هاي بها مصلحة للارض، لاعمار الارض، لان الله عز وجل خلق الانسان واستعمره في الارض، يعني امره بعمارتها. فاذا صار البناء الواحد من عندنا يعرف يمتى اجله لا راح يشتغل، النجار يبطل والبقال يبطل والحداد يبطل والمعلم يبطل وكل واحد يبطل، اسد لك حطيت على ايد يبعث ويقول لك علي من ما تدعي. وهذا طبعا فيه فساد الارض، فناء الارض، الله عز وجل يريد حفظ النوع. بس الباري انما لا يظهر القيامة لها الغرض لمصلحة الناس، لا، يجي وقتها اللي يزيل خفائها يكشفها، في وقتها يكشفها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. شو التفت لي هذا البحث؟ هناك بحث جميل جدا للمربين، هذه الآية لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني كأن القرآن الكريم يقول العلة من هذا كله على يمن العلة الجزاء، حتى كل واحد يجازى بعمله، شنو عمله؟
اللي عمل به يجاز. هاي شو استدلوا منها؟ استدلوا منها هاي الآية ومن الحديث النبوي الشريف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، زين، أو ولد صالح. طيب وهي ثلاثة يقولون نستفيد من الآية ومن هذا الحديث أن الإنسان ما يمكن يحصل ثواب عمل ما يعمله هو، لا، لازم العمل اللي عمله هو بنفسه يفيده يرجع له ثوابه، أما إذا لا مو هو عامله ما يرجع له ثوابه، بدليل الآية وبدليل الحديث. خلينا نجي للمسألة هاي. نقول الآن افرض أكو أعمال واجبات، أكو واجبات، هاي الواجبات قسم منها بدنية قسم منها مالية. مثلا الواجبات البدنية مثل الصلاة، الصوم، الحج. أنا وأنا عدل أقدر أخلي واحد يصوم عني ويصلي عني ويحج عني؟ طبعا مسألة الصوم إذا أنا عاجز يسقط عني، زين. الصلاة ما تسقط بحال من الأحوال، تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، يقدر يصلي واجب صلى، ما يقدر يصلي واجب صلى هو قاعد، ما يقدر هو قاعد هو نايم مضطجع، ما يقدر بالإيماء كاتب بشفافة بس، زين، فما تسقط عنا الصلاة. أشبار مثلا التطهير، أنا عاجز عن أن أطهر نفسي بنفسي، أنوي، يقول كثير من الفقهاء، ينوي ويقوم غيره بتطهيره، زين، في مثل هالحالة تجهيض طهارة، هذا قسم. مثلا الحج، الحج إذا العجز سابق على الاستطاعة، أنا يعني تمررت قبل أن أكون مستطيع، ما أقدر، ما عندي استطاعة بدنية أقدر أودي وكيل عني، في مثل هالحالة أرسل نائب ينوب عني بالحج، وإن خالف في ذلك فقهاء المذاهب الأخرى فخالفوا، لكن عندنا إذا سبق العجز على الاستطاعة يودي واحد ينوب عنا بالحج، يروح، نعم، يؤدي عنه الحج. زين، الأعمال المالية لا يجوز أن يوكل بها، كثير أكو من الأعمال المالية يوكل بها، لكن تعال أنا سهلة ما يعنيني بحياتك، يعنيني بعد الموت، بعد الموت، لأن هاي نقطة بيها خلاف وأخذ ورد. أكو أعمال مندوبة بعد الموت، مثل إيش؟ مثلا أنا أريد أصلي عن أبوي، أريد أصوم عن أبوي، أريد أحج عن أبوي. مثلا معروف علي ابن يقطين كان بالمندوب حتى في حياة الإنسان، علي ابن يقطين في أيام حياته كان يودي 500 حاج في كل سنة على نفقته يحجون نيابة عنه، حج مندوب، استحب يروح يعطيهم أقلهم يطيع 6000 درهم والباقي يطيع أكثر، فيرحون يحجون عنه ويجون، وحياة الإمام، والإمام ما نهى، جيم، ومعروف هذا عنه. طيب أنا مثلا أريد أحج عن والدي، أو أريد أصلي عنه، أريد أصوم عنه، أريد أتصدق عنه، هل يصل ثوابه إليه أم لا؟ نعم يصل ثوابه إليه، ووارد روايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه بأن العامل يثاب وهو أيضا يثاب، كلاهما من دون أن ينقص الله من ثوابه شيء، روايات متعددة في هذا المورد. أما تقول لي أن إذا انقطع عمله المفروض، والآية تفيد المباشرة، الآية شلون نقدر نوجهها؟ وتقول لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني شي اللي هي تسوي بمباشرتها الذاتية، زين، انقطع عمله، كن هو عمله، شلون نوجه الحديث ونوجه الآية؟ نوجه الحديث نقول هذا مو عمله هو، هذا عمل غيرك يأذي لثوابه. نبهت شوي زين؟ أنا مو انقطع عمله، هذا مو عمله، أنا لما أعمله مو عمله، إنما عملي بيأذي ثوابه لأبي. نبه، هذا أحد الأجوبة، وأكو جواب آخر، لا، أن السعي ما له موجود هو هذا، لتجزى كل نفس بما تسعى، هو لما أسلم سعيه للإسلام، نعم، أعطاها الحق بأن يناب عنه، هذا جواب أيضا لبعض الفقهاء. المسألة إذن واردة روايات، مو بس عندنا، ترى ألفت نظرك اللي عنده صحيح البخاري، خلي نشوف رأي عبد الله بن عمر،
ابن خليفة الثاني رأي واحد قال لا انا ابوي مات واريد اصلي عنه هل تجزي صلاتي عنه؟ قال بلى. واللي يحب ان اعطيه المصدر اعطيه الرقم والصفحة ايضا. زين اكو روايات اخرى في كتب الملاحد الاسلامية ايضا تنص على هذا. لا اريد الفت نظر بعض اخواننا من الوعاظ من المذاهب الاسلامية الاخرى اللي يقعد يهرج انه انتوا ليش ما ادري شو تسوون تكون تصلون ما شي في هذا قراءة قرآن وصلاة خلاص هذا ما وليس للانسان الا ما سعى. لا يا اخي لا تجي تهدر لك اعمال امه باستدلالات مناضجة. لا ارجع للاستدلالات شوف اراء الفقهاء شو مستوعبة يلا تبقى رأيك بالمسألة. بناء على هذا إذا الصلاة قراءة القرآن الوقوف على قدر المؤمن كل هذا إذا وقف علي وقرأ لي شيء من القرآن هذا كل تأثير يصل إلى غاتي. قبل أن شوي أوصل للختام أنا بكم بكرة إن شاء الله ساعة 8 سيكون يعني في نفس الوقت وهذا الوقت القراءة في العباسية إن شاء الله في مجلس حجة بالكاظمية إن شاء الله من بكرة تبدأ. زين لهذا اكثر من مؤرخ يقول كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى وقفات على قبر فاطمة الزهراء يطلع الى قبر فاطمة لان هو ترى الوحيد اللي يندل قبرها هو الوحيد اللي يعرف القبر ويندل القبر لان ما خلى مشيع ترى هو لما طلعها الى القبر ما خلى مشيع المشيعين رجعهم كلهم هم الكبر اللي شيعوها للزهراء بنت رسول الله حبيبة رسول الله اللي عبر عنها النبي شجنة من روحي التي بين جنبي تدري اللي شيعوها عددهم مش كم واحد كل اللي شيعوها 8 سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسن والحسين دول اللي طلعوا الى تشيع الزهراء طلعوها بالليل لما اوصلوها الى القبر ووقف الامام امير المؤمنين عند القبر المن التفت التفت الى ابي ذر قال يا عم يا ابا ذر يا عم يا ابا ذر خذ بيد الحسنين وعد بهما الى الدار ولا تخليهم بعد لحظة حرج عليهم لا تخلي هالصبي هالطفلين دول على قبر امهم يا عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار ابو ذر اخذ بالحسن والحسين رجع انتفت الى باقي المشيعين قال لهم انتم ارجعوا بعد لا حاجة ببقائكم ليس الواحد بعد من عندكم رجعوا باجمعهم تلفت يمينا وشمالا مضى الاحد القبر محتفر مهيئ حمل فاطمة على يديه واستقبل بها قبر النبي صح السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازل بجوارك والمختار لها الله سرعة لحاق بك قال يا رسول الله عن صفيتك صدري ورق عن سيدة النساء تجلدي الى اخر كلماتها انزلها الى القبر واهال علي التراب وجلس على شفير القبر يخط الارض بامامله ودموعه جاريه مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحريب فلم يرد جوابي حبيب ما عادك لا ترى جوابنا نسيت فقد خلت الأحبار صد وكتب غيب الوثيقة نبي يا رسول الله
قليلا من القرآن هو مطعيناه، يقول ترات له الزهراء بالمنام، قالت أبا الحسن عدل الدار سريعا، طلب الخبر، قالت إن ابنتي زينب جالسة تطلبني وبكاها يؤذيني، أبي إليها أرجع إليها أمير المؤمنين أجلسها في حجره وأمسيها. سيدي ليتك تراها وترى أيتامها ليلة الحادي عشر من المحرم. احنا حرام ما بشتغل وقبل بطر فيه لا حمير ولا حمام. سواها فوات الشوط. ربي اسألك وادعوك واتوسل اليك بوجهك الكريم فليجعلنا يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واعطنا من كل خير احاط به علمك، وادفع عنا كل شر احاط به علمك. اللهم امنا وامن المسلمين جميعا في ديارهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.